من اليوم الأول لتولي صدام حسين حكم العراق في عام 1979، حدثت قطيعة بينه وبين الرئيس السوري حافظ الأسد استمرت لمدة 18 سنة. وبرغم المحاولات العربية المتكررة لتصفية الخلافات ما بينهم ولم الشمل، إلا إنها فشلت وتحولت القطيعة إلى حالة عداء وتلاسن إعلامي ومعركة لتكسير العظام. إن البعض يتحدث اليوم ويكثر العويل عن ضم الكيان الصهيوني للجولان، فكيف استطاع الكيان الصهيوني أن يضم الجولان من دون أن تطلق ضده رصاصة واحدة؟ أسباب الخلاف بين الرئيس صدام حسين والرئيس حافظ الأسد. بعد استيلاء حزب البعث على الحكم في سوريا في عام 1963، تم ترقية حافظ الأسد من رتبة مقدم طيار إلى رتبة لواء طيار. وفي عام 1966 تم تعيين وزير للدفاع. وفي 16 نوفمبر 1970 قام حافظ الأسد بانقلابه العسكري في معارف بالحركة التصحيحية وأصبح على رأس السلطة في سوريا. وفي 17 يوليو 1968 استولى حزب البعث على الحكم في العراق بقيادة أحمد حسن البكر، واللي استطاع الإطاحة بنظام حكم رئيس عبد الرحمن عارف. وفي 30 يوليو 1968 قام أحمد حسن البكر وصدام حسين بانقلاب آخر لطرد أبرز العسكريين اللي قاموا بانقلاب 17 يوليو. وقتها تم تعيين صدام حسين نائب لرئيس مجلس قيادة الثورة، ولاحقا تم تعيينه نائب لرئيس الجمهورية. ظل صدام يدعم نفوذه بتعيين عدد من أفراد عائلته بمناصب مهمة في الحكومة العراقية بصفته نائب ومسؤول عن الأمن الداخلي، وبنى جهاز أمني ضخم وكانت ليه عيون في كل مكان وفي دوائر السلطة في العراق. وبمرور الوقت أصبح صدام هو حاكم العراق من الباطن، ونجح في تحجيم نفوذ الرئيس أحمد حسن البكر تماما وأصبح رئيس سوري للعراق. بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد في عام 1978 بين رئيس السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن، سعى حافظ الأسد لإقامة وحدة بين سوريا والعراق لتكون جبهة ضد التحالف المصري الإسرائيلي، بالإضافة إلى أن الوحدة تطبيق عملي لأهداف حزب البعث، خاصة وأن حزب البعث بيقود العراق وسوريا. وافق الرئيس أحمد حسن البكر وتم توقيع ميثاق العمل المشترك السوري العراقي في أكتوبر 1978. وفي يناير 1979 تم الاتفاق على دولة الاتحاد السوري العراقي، وتم الاتفاق على أن تكون رئاسة الاتحاد بالتناوب سنة رئيس العراق وسنة رئيس سوريا. وتم الاتفاق على أنه بحلول نهاية عام 1979 سيتم الإعلان الرسمي على قيام الدولة الموحدة. تحمس الرئيس أحمد حسن البكر على الوحدة السورية العراقية، وشاف فيها أن فرصته الأخيرة للإطاحة بصدام حسين واستعادة نفوذه مرة أخرى. 16 يوليو 1979 ظهر الرئيس أحمد حسن البكر على التلفزيون ليعلن استقالته عن الحكم لأسباب صحية، وأعلن عن تولي صدام حسين رئاسة العراق. قيل أن صدام أجبر الرئيس البكر على الاستقالة. بعد 6 أيام من تولي صدام حسين حكم العراق، دعا لتنظيم مؤتمر لحزب البعث، ودعا فيه كبار قادة الحزب في قاعة الخلد في بغداد. وفي المؤتمر كشف صدام عن وجود مؤامرة لقلب نظام الحكم مدعومة من حزب البعث السوري، وتم الإعلان عن الأسماء المشتركة في المؤامرة وطردهم خارج القاعة ليتم إعدام بعض منهم. رجح البعض إنه ما كانش فيه مؤامرة سورية لقلب نظام الحكم، لكن صدام أراد في بداية عصره تصفية اللي عرض بصعوده إلى السلطة بعد الرئيس أحمد حسن البكر. مع الأسف هم يريدون يصيروا النواب الحافظ الأسد، وإحنا نقول لعين العين ونقول إحنا ما نقبل أن رئاسة الدولة الاتحادية يقودها مجلس رئاسة، لأن حزب البعث العربي الاشتراكي ما تقود مسيرته سكرتاريين، تقود مسيرته ثوار ومناظرين وصيغ العمل الجماعي. اطلع اطلع روح روح يلا ومن هنا كانت القطيعة بين حافظ الأسد وصدام حسين بعد قيام صدام بإفشال الوحدة واتهام حافظ الأسد بالتآمر لقلب نظام الحكم. لما اندلعت الحرب العراقية الإيرانية في 22 سبتمبر 1980، جه رد حافظ الأسد على صدام. لما قرر حافظ الأسد أنه يقف في صف إيران ضد صدام حسين، فقامت العراق بقطع العلاقات مع سوريا في أكتوبر 1980، واتهمت العراق حافظ الأسد بتهريب الأسلحة إلى العراق عبر سفارتها، وقام صدام بدعم الإخوان المسلمين في سوريا، وقامت سوريا بدعم المعارضين العراقيين. وفي عام 1982 قامت سوريا بإغلاق حدودها مع العراق، ووقتها كتب على جواز السفر السوري هذا الجواز صالح لجميع دول العالم فيما عدا العراق. وقامت سوريا بإغلاق خط أنابيب تصدير النفط العراقي عبر البحر المتوسط المر في أراضيها، وقامت إيران بتعويضه بنفطها. وأنكم أيها الأخوة العرب في كل مكان تعرفون من الذي ساعد إيران ضد العراق، ومن الذي تواطأ معها لوضع أراضيه وسمائها تحت تصرف سلاح الطيران الإيراني لقصف أهداف محددة داخل أراضي العراق، ومن الذي تورط في أعمال الهدم والعبث في لبنان وهدد أمن شعبه ووحدة أراضيه وقتل الأبرياء وانتهك الحرمات.
في عام 1982 وفي ذروة الحرب العراقية الإيرانية وقعت مشادة كلامية بين صدام حسين وحافظ الأسد على خلفية تأييد الأسد لطهران في هذه الحرب. سامع أنه حافظ الأسد لسانه طويل شوي وممكن يقول كلام غير مناسب بالنسبة أمام سيادتك أو لسيادتك، فهو باوى على المرافق ماله. قال أنا قلت له المرافقي إذا ما تطاول بكلمة حافظ أسد فورا ألقي القبض عليه، وإذا قاوم ارميه بالمسدس اقتله. وتجدد الشجار بين الرئيسين في عام 1989 في القمة العربية بمدينة الدار البيضاء المغربية، وحدثت مشادة عنيفة بينهم مما أدى إلى رفض حافظ الأسد حضور قمة بغداد في مايو 1990، واللي كانت قبل 3 شهور من احتلال العراق للكويت. في عام 1986 ومع اقتراب الحرب العراقية الإيرانية على الانتهاء، توسط العاهل الأردني الملك حسين وجمع الأسد وصدام لتصفية الخلافات وتقريب وجهات النظر. أصر صدام على أن تقوم سوريا بإصدار بيان بإدانة إيران كشرط للمصالحة بين البلدين، لكن الرئيس الأسد رفض وشاف أنه يتم قيام الاتحاد بين البلدين، وده هيشكل رسالة قوية إلى إيران لتوقف الحرب، وإنها بكده هتكون بتحارب العراق وسوريا. وبسبب عدم الثقة بين الرئيسين فشل اللقاء في إيجاد أي تسوية أو حلول لإنهاء الأزمة. الآن الحرب انتهت، لا خميني احتل العراق ولا صدام حسين احتل إيران. الآن هل مسموح لصدام حسين أن يقول يعلن كل من صدام حسين وحافظ أسد التنازل عن الرئاسة أمام الشعبين العراقي والسوري ويجرون انتخابات ديمقراطية لمن هو مرشح بإشراف ممثلين عن العرب ككل، ومن يمثل صدام حسين ويمثل حافظ أسد معا يفرزون صناديق الاقتراع؟ هل مسموح هذا أكثر ديمقراطية؟ ترى أنا أقصدها، يعني حافظ أسد بأي لحظة يقبلها أنا أطبقها. هذا هو حال بعض الحكام العرب عندما يأخذون بعض الأقوال أو يتخذون بعض المواقف، إنهم ببغاوات تردد. بعد غزو صدام للكويت عام 1990 دخل الرئيس الأسد في التحالف الدولي لتحرير الكويت، وفي منتصف التسعينيات عاد صدام الأسد لجلسة نبض العلاقات. كان الأسد مدفوع بالبحث عن تحالفات تحميه من عدم استقرار المفاوضات مع إسرائيل ولإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية السورية، وكان صدام مدفوع في محاولة لفك الحصار، وكان تحت ضغط هروب حسين كامل إلى الأردن ومحاولته لتغيير نظام الحكم في العراق وحديث الأردن على الفيدرالية، وكان عايز يتأكد أن سوريا لن تستقبل حسين كامل. فقام الرئيس صدام ورئيس الأسد بتبادل الرسائل. بدأ صدام في الرسائل مستعجلا بإعادة فتح السفارتين اللي أغلقوا عام 1982 وعقد لقاءات سياسية وفتح الحدود، ورد الأسد بالتريس والحرص على عدم دق اسفين بين دمشق ودول عربية، وبلغوا انه بينوي اجراء اتصالات مع عدد من الدول العربية لعدم زيادة تعقيد الوضع العربي. تطورت العلاقات بين صدام والأسد، وتبادل البلدين الوفود والمبعوثين الدبلوماسيين لمحاولة تقارب وجهات النظر، ومع مرور الوقت تغيرت اللهجة الحوارية بين الرئيس صدام ورئيس الأسد، فطلب الأسد بنقل تحياته الى ابو عدي، ونقلت تحيات رئيس صدام الى الاخ رئيس السوري. ونتيجة للمصلحة المشتركة بين الطرفين السوري والعراقي في التقارب، وبحلول عام 1997 تم توقيع اتفاقية للتعاون الاقتصادي بين البلدين، والاتفاق على إعادة ضخ النفط عبر الأراضي السورية اللي توقف عام 1982، وفتح الحدود ومكتب لرعاية المصالح في بغداد ودمشق. توفى الرئيس حافظ الأسد في 10 يونيو عام 2000 بعد صراع مع المرض. بعد تولي بشار الأسد حكم سوريا بعام، قام رئيس الوزراء السوري مصطفى ميرو بزيارة بغداد ولقاء الرئيس صدام حسين. في إبريل عام 2003 سقط نظام الرئيس صدام حسين مع دخول القوات الأمريكية للعراق، وأعدم الرئيس صدام حسين في 30 ديسمبر عام 2006. بعد الاحتلال الأمريكي للعراق دخلت العلاقات العراقية السورية في مأزق جديد، بعد لما شعرت سوريا بالقلق لوجود القوات الأمريكية على حدودها، وده معناه أن سوريا أصبحت بين الكماشة الأمريكية الإسرائيلية، وعلشان كده كانت مصلحة سوريا في دعم حركات المقاومة في العراق. لا تزال العلاقات السورية العراقية السياسية متواضعة إلى الآن، لكن العلاقات التجارية والاجتماعية زادت بشكل كبير عن طريق العائلات المشتركة بين البلدين. العلاقة بين حافظ الأسد وصدام حسين كما هي الحال بين سوريا والعراق، ففيهم الكثير من العوامل الحزبية والطائفية والأيديولوجية والجغرافية، وأيضا التنافس على الزعامة في الإقليم. أسباب كتيرة دفعت صدام للخلاف مع حافظ الأسد، وعلى رأسها أنه كان بينتمي مذهبيا إلى الطائفة العلوية الغير مقبولة بالنسبة لصدام، وأسباب كتير دفعت الأسد للخلاف مع صدام وكان على رأسها أنه تسبب في إفشال الوحدة السورية العراقية. بيقول صالح الجلاب وزير الثقافة والإعلام الأردني الأسبق أن الفرق بين حافظ الأسد وصدام حسين أنهم تربوا في حزب واحد لكن في بيئتين مختلفتين. كان الأول ناعم الملمس وشديد التهذيب ووافر الأناقة وطويل البال، ولما بيقرر التخلص من خصومه بيأكلهم بالشوكة والسكينة،
أما التاني فثقته الزائدة بنفسه مصطنعة، بالإضافة إنه شكاك لا يثق حتى في أولاده، ولما بيقرر إنه بيتخلص من اللي بيقفوا في طريقه فبيستخدم البلطة والسطور.